كده؟ يساوي 6 بلس 5 من 5 من 5
ان لين ايه اسميه سي ولين دي اسميه
senior o la senior? Bene. Avem minuni, venia primi, si uiti, venia si, uiti, بس الست هي مين؟ المنوار، يبقى انا في الحالة دي اجيب منوار بس. الاكس هتفضل زي ما هي. بص انا قلت لك حاجات مختلفة. الاكس هتفضل زي ما هي. يبقى هاجي اقول هل لين 2 يساوي سي زائد دي. لين 5 هتساوي سي زائد 3 دي. لين 8 هتساوي سي زائد 4 دي. الثلاث معادلات اللي هو بعوض ما بين مين ومين؟ اكس والزد. والزد هي لين واي. والزد هي لين واي. ها نجمع دول. سمشن دول يساوي 3 سي زائد 8 دي. دي المعادله الاولانيه. طب المعادله الثانيه نضرب في معامل مين؟ معامل الدي. هنا لين اتنين هيساوي سي زائد دي. 3 من 5 هيساوي 3 سي زائد 9 دي. 4 من 8 هيساوي 4 سي زائد 16 دي. نجمع دول. حل معادلتين مع بعض اطلع مين؟ السي والدي. انا مش عايزه السي والدي، انا عايزه مين؟ ايه والبي. اي باور سي اي باور يبقى اي اي باور سي والبي اي باور. كان في نقطة هنا أحب أقول لكم عليها برضه. ناس كتير تيجي بالمعادلة دي يقول لي الله ده لين 2 بيساوي مين؟ طب ما أنا أقول على طول إن السي بيساوي لين 2. هل السي بيساوي لين 2؟ حققت القاعدة اللي أنا بقول عليها ده مجرد نتيجة تعويض إيه؟ فويد. فمحدش يقول لي إن ما دام معادلة طلعت لي فاليو يبقى أنا أخد الفاليو دي على طول، لا الكلام ده غلط. في ناس كتير بتعمل كده. تلاقي السي يساوي لين 2 من فويد فيقول لي الله طب أنا أختار السي بتساوي لين 2. هل السي بتساوي لين 2 هي حققت لي إن مجموع مربعات الإيرور بيساوي أقل ما يمكن؟ لا ما حققتليش. دي مجرد جاية تعويض أو نتيجة لأن البوينت كانت الاكس كان بزيرو. ان في بوينت بزيرو في يبقى الكلام ده غلط لانه بيحصل في مسائل كتير. يبقى الكلام ده غلط. يبقى هنا عرفنا اهي حاله حاله زي كده هي ما كانتش في الاصل لينيا بس انا حولتها ايه؟ لينيا. طيب دي هتقول ايه؟ ها ليه واي يساوي ليه ايه؟ ناقص اكس سكوير لين بي. يبقى الجدول ما بين مين ومين؟ لازم اعمل جدول جديد ما بين لين واي ومين؟ نيجاتيف اكس سكوير. نيجاتيف اكس سكوير او اكس سكوير بعدين تبقى تحط النيجاتيف في الطاوله اي حاجه. ولين ايه نسميه سي ولين بي نسميه دي. يبقى زد هتساوي سي ناقص F هي ناقص x سكوير والزد هي لين واي. يبقى انا كده حولتها للينير ايكويشن. ها دي دي لينير لوحدها بتقول الساين والكوزاين ما يخطكش. الساين دي ساين باي اكس كوزاين باي اكس دي في الاخر ايه؟ بوينت فاليو. هتحط الاكس بكذا تجيب الساين باي بتاعتها، تحط الاكس بكذا تجيب الكوزاين باي بتاعتها. انما هي لينير في مين؟ في الاي والبي. انما هي لينير في الاي والبي يبقى انا هتعوض فيها مباشره. طيب دي ها مش لينير. ها اقول ايه؟ لين واي يساوي لين ايه؟ ها ناقص بي اكس على طول. لان لين الاي بكام؟ واحد. لان لين الاي واحد. فكانك هتجيب لين واي والاكس موجوده زي ما هي. لين الاي سي يبقى زد هيساوي سي ماينس
خلي بالكم
هو اللي ما بيحضرش. ها؟ انما عادي. احنا يهمنا ان الطلبه تنجح سواء طلبت او ما طلبتش يعني. ماشي ده حاجه. فهنا ناخد بالنا قوي من الاشخاص المزمنين في البروبابيلتي لانها حاجه ديسكريت فرق كبير جدا. فرق كبير جدا. وحاطط علامه تساوي ولا مش حاطط؟ لان هي لما تبقى ديسكريت لو انا ما حطيتش هنا بيساوي ايه بقى؟ واحد. ايه ده واحد؟ مش كده. مشكلة في حاجة ايه؟ بسيطة جدا كلمة. كلمة وعلامة. موجود اللي يساوي ولا مش موجود؟ في الكونتينوس ما بيهمش. اللي يساوي موجودة اللي يساوي مش موجودة ما بيهمش. اعرف بس ارسم ايه؟ الايه حدود التكامل. ارسمها وشوف المنطقة كويس. خلي بالك مين البوزيتيف مين النيجاتيف مين اللي بيحقق لك أكبر مين اللي بيحقق لك أقل. لأن المسألة دي بتعتبر مجنونة. ده بيكون السؤال الثاني عامة. هات الاول كونستانت وبعدين لو اكس زائد واي اكبر مش عارفه بكام لو اكس اكبر بكام ناقص واي جيبوا الدكتوره سبب بتديهولها لها مدني بيقول لك فوق 20 سنه خلاص الافكار خلصت الافكار خلصت يمكن انا عشان كده ما بحبش كده بزهق ما بلاقيش افكار انما لما اروح لاولى مدني اولى مثلا ميكانيكا يكون حاجه جديده بالنسبه لهم طريقه تفكيري غير طريقه تفكير ده غير طريقه تفكير ده انما مثلا دكتوره رجاء اللي هي بقى لها 25 سنه في الدكتوره ميكانيكا كانت دكتوره مشيره بقى لها 30 40 سنه في الدكتوره كهرباء دكتوره سلوى بقى لها 25 سنه في الدكتوره مدني اه سبته في سنه وما اتحركش احنا بقى يعني بنتنقل وانا صحيح بس بكره اعدادي يعني بكره اعدادي عشان بس رغم ان انا بحب ادرس هو تصحيح حاول جدا. فهنا يبقى ده البروبابيلتي، أول سؤال، ثاني سؤال البروبابيلتي، خلي بالك من أول سؤال، ذاكر الإكزامبلز كويس قوي وافهمها هتلاقي غالبا يعني 99% يكون أول سؤال إكزامبل في الكتاب، هات 10 سنين هتلاقيه هو إكزامبل. السؤال الثاني زي ما بقول يكون أكتر انتجرال والفيرينس والكلام ده كله والحاجات دي، يكون حاجات سهلة برضه نفس الأفكار، ثالث سؤال من فوريير انا لسه ما حطيتش الامتحان بس عشان ما حدش يخمن اي حاجه محدش يقول لا حط كذا لا انا لسه ما حطيتش ثالث سؤال بيكون فوريير غالبا بيكون اول جزء فاين فوريير سيريز ممكن يكون فيه بروبرتي وممكن يكون ما فيهوش لو هو ما فيهوش طبعا ده على الرسم اذا لازم نركز في ايه؟ في الرسم لان الرسم هي اللي هتقول فممكن يكون فيه بروبرتي ممكن ما يكونش فيه يعني انا مثلا السنه اللي فاتت جبت له فاين فورير سيريز كانت الفانكشن ايفن فانكشن رحت جايبه له الجزء الثاني رحت طالبه فورير ساين بس خلاص انا قلت له الايفن انا رحت طالبه له الثاني مش طول الامتحان وخلاص لا ممكن يكون فورير سيريز وهي مش حاجه دايما يعني ممكن برضه اكون بحاول ان انا اساعد فاحط له الاول فورير سيريز واحط له في الثاني ايه؟ موضوع ايه؟ الايفن حتى لو كان فيها الصيغ بس هو اهم حاجه هي الفانكشن يبقى اذا فورير خلي بالك ترسم الفانكشن ازاي؟ هو ده اللي هيحدد لك الشغل بتاعك خصوصا في فاين فورير سيريز قال لك ايفن قال لك اود الرسم مش هيأثر فحتى لو غلطت في الرسم فانا بنقصك درجه ايه؟ الرسم، لكن انت عارف مقدما ان انت لو هي ساين يبقى انت هتجيب البي ان بس، لو هي كوزاين يبقى انت هتجيب الان والان، انما هي مشكلتها في مين؟ في فاين فورير سيريز. فاين فورير سيريز كمان التي، تي بكام؟ قلت لك مجرد ما تقول لي التي غلط انا ما ببصش لبقيه المساله. ما ببصش لبقيه المساله لان كل حاجه هي غلط حدود التكامل هتبقى غلط حدود التكامل هتبقى غلط يبقى فورير سيريز هو سؤال سهل بس تخلي بالنا واحنا بنرسم نخلي بالنا من قيمه التي لو هو بيقول بروبرتي يبقى انا مدياك ايه؟ التي لو هو بيقول فاين فورير سيريز يبقى الفتره اللي هو مديها لك هي كام؟ 2 تي
هي كتير؟ اه على طول. اصل كل التكاملات اللي هو بيجيبها غلط. لا 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 هي اساسيات. هي في اساسيات عندي في المساله. مجرد ما جاب تي غلط انا ما بصش في المساله. يبقى ثالث سؤال بيكون فورير سيريز، رابع سؤال بيكون الانترليشن اكتر فيتنج. انا بخلي البشر في الاخر لان البشر هو اصعب حاجه. فبخلي الرابع سؤال يكون الانترليشن اكتر فيتنج، زي احنا زي كل الافكار اللي انا قلتها كده، مش اي افكار ثانيه. ممكن يطلب الاكس على الواي، ممكن يطلب، ممكن على نفس الجدول يطلب كذا حاجه زي ما قلت لكم، يعني على حسب. ممكن يطلب الجدول ويكمله، يكون مساله زي الاكزامبل الصعب بتاع الطلبه والعدد. هتلاقي هو كل دي الافكار بتاعت الامتحانات كلها، الامتحانات كلها هتلاقي الافكار ما بتروحش عنه. بالنسبه للبارشل بقى انا بخلي هي فايند اول سبريت سوليوشن، دي اخر جزئيه. ليه؟ ما بحبش الطالب يفكر فيها او يضيع فيها وقت، او انها تكون في الاول وهو يبدا فيها ويضيع فيها وقت، وهي ممكن بتسرق الوقت، بحيث ان هو ممكن يكون بيحل في حاجات احسن. لكن زي ما بقول لو واحد واثق قوي وعارف ان هي بيبقى عليها ويت كبير، خلاص حلها في الاول، بس حلها في اخر الكراسه. انت يا ريت محدش يقول لي جاوب السؤال الاول والصفحتين بتوعه خلصوا، يقول لي الاجابه في صفحه مش عارفه ايه. لا، كمل السؤال، مالكش دعوه بالارقام المكتوبه. لا، كمل السؤال الاول، لما تخلصه قول بدايه السؤال الثاني، لما تخلصه قول بدايه السؤال الثاني. هو ده بس مش معنى كده ان احنا ما بنبصش، لا احنا بنبص كل حاجه، بس بتدوخني. يعني بتدوخني في الجزئيه. حتى لو في جزئيه ما عرفتهاش سيبناها مكان. انا ما تقعدش تقول لي انظر مش عارفه صفحه ايه، انظر صفحه ايه. ساعات انا ما باخدش بالي، بعد كده الاقي بقى احنا بنراجع في جزئيه ما اتحلتش، نقعد نرجع لها، وبعدين اقعد اصحح السؤال، وبعدين اقعد اصحح ارقامه، وبعدين اصحح. يعني ساعات ما ببقاش واخده بالي ان هو كاتب لي. ساعات في ناس ما بتكتبش خالص، في ناس ما بتكتبش خالص. لا، خد السؤال بعدد صفحاته مهما خدت. السؤال الاول خده كله، السؤال الثاني خده كله، لو ما عرفتش جزء سيب له مكان، سيب له مكان. وزي ما بقول ما تخش الامتحان متوتر، يعني تخش الامتحان متوتر خالص. قلت لك ما تظهرش العقل العاطفي. العقل العاطفي هو المتوتر. عشان كده بقول لك ما تفكرش في اول امتحان. لا، اسمي الله كده وابدا واهدى شويه، اكتب اسمك، يعني اقعد هدي نفسك وانت بتحل. برضو في ناس ممكن تتوتر لما تقرا الورقه كلها، في ناس ما ترتاحش لما تشوف الورقه كلها. حاجه اسئله، حاجه تبع كده. لو انت بتتوتر انك تقرا الورقه كلها، لا خبيها، خبيها. انت بتتوتر حط حاجه عليها بحيث انك انت ما تشوفش بقيه الامتحان. لو واحد بيحب يطمن، بيحب يقرا الورقه كلها، يقول انا السؤال ده انا عارفه انا هحله الاول، السؤال ده انا عارفه انا هحل الاول، السؤال ده انا عارفه. يبقى دي كل واحد بيختلف عن الثاني. وعلى فكره انا مش بتكلم عن الرياضه بس، انا بتكلم بصفه عامه. انا بتكلم بصفه عامه. دايما في اول الامتحان ما تفكرش، لان زي ما بقول ايه؟ العقل اللي هو اللي بيفكر لسه ما حضرش. كلنا بنتوتر مهما كانت درجه شطارتنا. بنتوتر في اول الامتحان. فمن الاحسن ان انت ايه؟ امسك السؤال اللي انا اعرفه حلو، واللي ما اعرفوش ما افكرش فيه. ليه؟ ممكن يكون السؤال ده صعب وانت هتقعد تفكر فيه تحله غلط، ويبقى هو ضيع وقت مساله انت عارفها. يعني ضيع مساله وقت انت عارفها. زي ما بقول لك ابني كانت مشكلته كده، يسيب السؤال السهل يقول لك انا عارفه، ويروح رايح للصعب اللي مش عارفه عشان اديله فرصه ان هو يفكر. في الاخر يلاقي وقت الامتحان اتسرق منه، ما حلش الحاجه اللي هو عارفها ومتاكد منها. ده غباء طبعا، ده غباء. لا، حل اللي انا عارفه متاكد منه، واللي عايز تفكير يا حليته يا ما حليتوش، لان انا مش ضامن اوصل، مش ضامن اوصل. زي ما بقول في الاول العقل الواعي، العقل اللي بيفكر لسه ما حضرش، لسه ما حضرش. وفي الاول تحل كده الحاجات البسيطه زي ما بقول، بتسيب مكان. السؤال الاول عمره ما بياخد صفحتين، لا بياخد اكتر.
الناس اللي بتكتب بقى زي البنات كده بتكتب صغير ومقلب كراسة أعرف دي كراسة بنت. فيعني نحاول نحل الترتيب، بلاش انظر صفحة كام وانظر صفحة كام. طبعا انا مطمورة ان في ناس ما بتحضرش ولا بتسمع بتشتغل من عندها اوكي؟ يلا بتصرف طيبين ان شاء الله. ايه احسن واحده
ممكن اختارها من الشكل ده، سواء كانت لينيا لاين، سواء كانت بولونوميال من اي درجه، سواء كانت اكسبوننشال فانكشن، سواء كانت بقى امثله كتير اختيارات كتير، بس هو كان هو الشرط الاساسي انها تكون لينيا او بي اللي هم الكونستنت اللي انا هختار. يبقى اذا هو بيقول لي انا عايز اجيب لينيا فانكشن بالشكل ده، ايه احسن واحده وايه احسن لينيا فانكشن ممكن تمر بين النقط دي، بحيث بقى ان انا احقق لي ايه مجموع مربعات الايرو تكون اقل مالش. طب ايه هو مجموع مربعات الايرو؟ لو قلنا انا عندي ده هيبقى دي نوت، وده هيبقى دي 1، وده هيبقى دي 2، اللي هو الفرق ما بين الواي اللي انا اخترتها ومين والايه والبوينت بتاعت التجربه نفسها. يعني اذا اي كي يساوي اي اكس كي بلس بي ماينس واي كي، اللي هي الواي دي ناقص البوينت دي، الواي دي ناقص البوينت دي. طيب اذا ده هو الايرور. طب احنا بنقول عايزين ايه؟ عايزين مجموع مربعات الايرور يكون اقل ما يمكن. احنا عارفين في هنا ايرور، في هنا ايرور، في هنا ايرور. هو عايز الصابيشن اي كي الكي زيرو حد ان يكون ايه؟ سكوير يكون من. طب امتى الفانكشن يكون مينيموم؟ هقول لك ان كي سكوير هيبقى صابيشن اهو اي اكس كي بلس بي ماينس واي كي سكوير. انا عايزه اختار احسن A و B يخلولي ان السمشن ده يكون اقل ما يمكن. امتى الحاجه بتكون اقل ما يمكن؟ لما بنعمل ايه؟ المينيموم والماكسيموم كنا بنجيبهم ازاي؟ بنجيب الديريفاتيف. الديريفاتيف والستريس مين الفاريبلز اللي عندي هنا؟ هما ال A و B مش ال X خالص، ال X دي بوينت، ال X ده عدد. يبقى ال A وال B يبقى المفروض ان الديريفاتيف والستريس بتكتب ال A يساوي زيرو. طب لما نشيل نيجي نشوف الديريفيتيف، لو انا سميت ده الاس والريزلتيف الايه؟ يبقى هلاقي سبميشن تكون اي اكس كي بلس بي ماينس واي كي تضربها في مين؟ ها؟ لازم تكون عندنا اضربها في تفاضل اللي جوه والريزلتيف الايه؟ اللي هي اكس كي وسميتها بالصفر، يبقى دي المحلله الاولى. طيب ورشة اس ورشة بي يساوي سوميشن اتنين اي اكس كي بلس بي ماينس واي كي فور، لان البي مش مطلوبه في حاجه يبقى فور واساويها بالسي. ودي المعادله الثانيه، لما احل المعادلتين دول مع بعض يبقى انا هجيب مين؟ الاي والبي اللي تحقق لي المجموع المربعات دي تكون. يبقى هنا ازاي انا اختياري بين A وال B؟ نيجي نشوف لما جيت اعمل ديريفاتيف وستريسبكت لل A، ضربت الكمية دي وضربت الفاليو بتاعت مين؟ في اكس كي اللي هو الكوفيشنت اوف A في ال A. طيب ودي ضربتها في مين؟ 1 اللي هو مين؟ هو الكوفيشنت اوف ال B. يبقى اذا انا عشان احل المسألة تعالوا نشوف بقى احنا بنعمل ايه عمليا مع التيبل اللي عندي. ان احنا عندنا اصلا عشان اكون المعادلات نشوف الفاريبل الاول ونشوف الفاريبل الثاني. هنا مره بضرب في كوفيشن ايه؟ عندي ايه نوت؟ عندي ايه اكس نوت؟ بضرب المعادله دي كلها في اكس نوت. بعدين اكس 1 بضرب المعادله دي كلها في اكس 1. بعدين اكس 2 بضرب المعادله دي كلها في اكس 2. بعدين اعمل ايه؟ هنا نفس الكلام، اضرب ايه؟ عامل البي 1 عند الاكس نوت والواي نوت برضه 1، عند الاكس 1 والواي 1 1، عند الاكس 2 والواي 2 1. اجمع المعادلات دي تديني المعادله الثانيه، احل المعادلتين اللي بيطلعوا لي مع بعض يبقى طلعوا لي مين؟ الاي والبي اللي احنا عايزينهم، اللي زي ما بقول احسن ايه والبي يخلوا لي
نيجي هنا يقول عندي في تجربه معينه هعرف منين هي الماكسيمم لا هي هتحقق طبعا عايز تجي تحقق جيب التفاضل الثاني وصلت المليون دي هيطلع هم المليون يعني فاليوز اللي هتطلع أقدر أمررها ما بين البوينتس أحسن
لاين اقدر اقرره ما بين البوينتس. هي المساله اتنين انا بحللكم شويه من المسائل عشان ايه ما تحسوش الكوره مع الساعتين، انا بحللكم الاكسرسايز ده في اوروبا افكار كلها. المساله الثانيه هو مغير الجدول بس عايز واي يسمي ايه؟ ايه اكس سكوير بلس بي. انما احنا بنبدا نشتغلها على الجدول ده برضه مش كده؟ ها لو هو بيقول لي ايه اكس سكوير بلس بي هعمل ايه؟ نفس اللي انا عملته بالظبط. Linear, the x-report.